بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو الدرس الثاني، وهو من كتاب التاريخ الدراسات التاريخية للصف الثاني عشر توجيهي. طبعا كنا شرحنا سابقا الدرس الثالث وهي الحروب الفرنجية، لكن بناء على طلب متابعي القناة أنهم يريدوا شرح الدرس الثاني فسنقوم بشرحه، ومن ثم سنستكمل الشرح. إن أردتم أن يتم شرح أي درس من الدروس اكتبوا لنا في التعليقات ما هو الدرس الذي تريد أن يتم شرحه وتلخيصه، وسنشرحه في المستقبل القريب. في البداية اصطلاحا، ما هو الفتح؟ الفتح لغة عكس الإغلاق، والفتح اصطلاحا هو سلسلة الحروب والمعارك الجهادية التي خاضها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من عام 11 هجري أو 632 ميلادي. وكانت هذه الحروب ضد الدول الواقعة خارج الجزيرة العربية، وكان هذا الهدف، هدف هذه السلسلة من الحروب، هو نشر الإسلام وتخليص الناس وتحريرهم وإنقاذهم من الضلال إلى النور. طبعا ما هي الدوافع التي دفعت المسلمون بالقيام من الدفاع الفتوحات الإسلامية؟ والدوافع كانت في البداية دوافع دينية، ومن ثم دوافع اقتصادية، وثالثا دوافع سياسية. سنفصل هذه الدوافع الآن. في البداية أولا الدوافع الدينية، وهي أهم الدوافع التي شجعت على الفتح. ووضح الدافع الديني في الفتوحات الإسلامية، وكان في البداية الدين الإسلامي. الدين الإسلامي عمل على توحيد المسلمين في أمة واحدة، فبدأ في طرح فكرة عالمية للدعوة، ولتطبيق هذه الفكرة أن المسلمون لابد أن يكونوا منقذين للعالم، وأن مهمتهم إخراج الناس من ظلمات إلى النور، فنور الهداية طبعا. ولعبت المكانة الدينية لبيت المقدس دورا أساسيا باعتباره مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولى القبلتين، وثالث المسجدين، وثاني المسجدين اللذان بني على الأرض، وثالث الحرمين. هذه الخمسة دوافع الأساسية هي التي دفعت المسلمون من أجل القيام بالفتوحات الإسلامية. ثانيا الدوافع الاقتصادية، وتمثل الدوافع الاقتصادية في شخصيتين من شخصيات الخلفاء الراشدين، في جانب أبو بكر الصديق، وكان يعتمد في البداية إلى القائد خالد بن الوليد. طبعا خالد بن الوليد ليس من الخلفاء الراشدين، لكن هو قائد عسكري اعتمد عليه أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق عندما أرسل جيش المسلمين لفتح العراق كان هدف تشجيعهم في الجهاد. اثنان، كان هدفه نشر الدين الإسلامي. ثلاثة، رغم رغبتهم في الحصول على الغنائم العظيمة. لماذا؟ خالد بن الوليد وهو القائد العسكري لأبو بكر الصديق والذي كان يعتمد عليه في الفتوحات، كان يرى أن القتال الفرص للحصول على منطقة السواد. طبعا منطقة السواد يستحق المجازفة والمخاطرة من رأي خالد بن الوليد، وهو الذي دفع لإقناع أبو بكر بهذه الفكرة. لماذا؟ طبعا منطقة السواد لمن لا يعرفها هي منطقة تقع بين نهري دجلة والفرات، وهي منطقة خصبة، فبالتالي تسود المسلمون باحتياجاتهم الزراعية، وبالتالي خصوصا في عملية نشر الدعوة والجيوش التي تحتاج إلى هذه الموارد. ملاحظة، عبارة يستحق المجازفة والمخاطرة عبارة غير صحيحة يعني بالأساس. لماذا؟ للهدف تشويه الإسلام والتشكيك في العالم الديني، والرواية الصحيحة أنه كان الهدف نشر الدعوة الإسلامية والهداية الناس، ومن ثم الحصول على الأراضي. طبعا هذه الأراضي كانت من أجل عملية الدعم الاقتصادي لعملية الفتوحات، لأن هذه الفتوحات وهذه الجيوش تحتاج إلى موارد لتمريدها من أكل وطعام وخلافه، وبالتالي تحتاج إلى هذه الغنائم التي شرعها وأحلها الله للمسلمين، لأنها كانت سابقا لم تكن محلولة لباقي الدول السابقة. ثالثا الدوافع السياسية، والدوافع السياسية أثرت أوضاع الدول الكبرى على نشاط حركة الفتوحات الإسلامية.
ما هي الدول الكبرى؟ طبعا الدول الكبرى في تلك الفترة كانت الدولة البيزنطية والدولة الفارسية. الدولة البيزنطية والفارسية كانت بينهما حروب متواصلة، ومن ثم انتشرت في تلك الفترة الأوبئة والأمراض كالطاعون، وكان هناك اضطهاد ديني مارسته الدولة البيزنطية ضد المسيحيين العرب والأقباط الذين كانوا يسكنون في مصر. وهذه العوامل الثلاثة نتج عنها استنزاف طاقتهم وإمكانياتهم العسكرية والاقتصادية، مما فتح الطريق أمام عملية الفتوحات أمام المسلمين. بالنسبة لسير عملية الفتوحات، ما الاتجاهات التي اتجهت لها جيوش المسلمين في الفتوحات؟ كانت في بلاد في البداية بلاد الشام، وقلنا بالأساس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري من البيت المقدس وله أهمية ومكانة عند المسلمين. واثنان العراق وبلاد فارس وما وراء النهر ما يسمى سيحون وحيحون، مصر وشمال أفريقيا والأندلس. بلاد الشام، بلاد الشام بالأساس كان سببها مكانتها الدينية ولأنها مصر الرسول عليه الصلاة والسلام كما تحدثنا. بينما في العراق وبلاد فارس وما وراء النهرين لسيحون وجيجون كان الدولة البيزنطية تهدد أركان الدولة الإسلامية، وبالتالي لأنها تهديد محتمل في مصر والشام وأفريقيا بسبب وجود الدولة البيزنطية، وبسبب بشكل أساسي هذه الدولة كانت تهدد المسلمين، ومن ثم استمرار لعملية الفتح. أولا سنبدأ بالفتوح الشام. بلاد الشام كانت يعد عصر الخلافة الراشدة أهم العصور في تاريخ الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان له أثر كبير في مسير التاريخ الحياة الإسلامية وأحداثها، وهو الموروث الفكري والحضاري للأمة الإسلامية في جميع النواحي، واستفادت منه الكثير من الشعوب والدول، وهو بالأساس النواة الحقيقية لخروج الدولة الإسلامية خارج الجزيرة العربية. ومن أشهر القادة المسلمون الذين كانوا في تلك الفترة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان تركز في حمص، يزيد بن أبي سفيان في دمشق، شرحبيل بن أبي حسنة في الأردن، وعمرو بن العاص واشتهر في أجنادين، وهو الذي شجع الخلفاء الراشدين على فتح مصر بشكل أساسي. علل: يعتبر فتح بلاد الشام من أول الفتوحات التي خاضها المسلمون. لماذا؟ بسبب أهميتها الدينية والمعنوية للمسلمين، تحدثنا عن ذلك سابقا بالنسبة للمسجد الأقصى وبيت المقدس. وكانت أول المعارك معركة دافن، وهذه هي أول معركة التي خاضها المسلمون، وهي موقعها كانت في غزة شرق المغازي، والنتائج التي ترتب عليها دخلت غزة الإسلام، وحدثت عام 12 هجرية، وكان يحكمها البيزنطيون، وانتصر في هذه المعركة المسلمون وهزم البيزنطيون الذين كانوا يحكمونها. ومن بعد ذلك اتجه جيش المسلمين إلى جنوب دمشق لفتح مدينة نديت بصر. طبعا الآن انهزم فيها الجيش البيزنطي أيضا وانتصر المسلمون، وقتل فيها سرجون قائد الحملة البيزنطية. طبعا هنا حتى أكون واضح لكم، كان في البداية ما يسمى سرجون هو الذي قام بعملية أو قائد هذه. ثانيا معركة أجنادين، وهي بيت جبرين، وهذه المعركة بين المسلمين والبيزنطيين، ومكانها شمال غرب الخليل، وكان السنة 13 هجريا و634 ميلاديا، وانتصر فيها المسلمون وهزم البيزنطيين، وكان هذه المعركة قائدها عمرو بن العاص. وكما قيل في هذه المعركة عمر بن الخطاب قال: سأرمي هرقل أو الرجل. طبعا عمر بن العاص كان مشهور بالمكر وداهية العرب، فقال: سأرمي داهية العرب مقابل القائد العسكري الذي كان في تلك الفترة كي يقوم بمعركة أجنادين وانتصر بها. لكن ليس المكان للحديث عن هذه المعركة بشكل أساسي.
معركة اليرموك تعد معركة اليرموك من أهم المعارك التي خاضها المسلمون. لماذا؟ لأنه استطاع أن يقضي على القوات البيزنطية، وكانت في 15 هجريا أي 636 ميلاديا، وقام قائد هذه المعركة خالد بن الوليد. وأهمية المعركة أنها قضى فيها العرب والمسلمون على قوات الجيش البيزنطي، وتقهقر الجيش البيزنطي ليرسل بعد ذلك بدأ من حملاته، وهو الذي كان هذا الجيش الذي يعول عليه بشكل أساسي في حماية بلاد الشام، فاستطاع جيش المسلمون أن يسيطروا على بلاد الشام بشكل أساسي بعد هذه المعركة. ولأهمية معركة اليرموك أصبحت المدن الشامية بالمجمل تتساقط بشكل سريع أمام إما بالسلم أو الحرب بالسلم، مثل مدينة القدس التي فتحت سلما، فتحت مدينة بيت المقدس سلما وصلحا، وفتح الطريق نحو شمال بلاد الشام مثل أنطاكيا وحمص. أصبحت معظم هذه المناطق سواء في سوريا أو العراق تحت سيادة الإسلامية، وهذا الكلام في سنة 18 هجري أي 639 ميلادي، ما عدا المناطق الساحلية هي قيصرية وطرابلس. وبسبب علل لماذا لم تقع هذه المناطق بيد المسلمين القوة البحرية للأسطول البيزنطي؟ وفي تلك الفترة المسلمون لم يكن لديهم قوة بحرية، فقط كانت لديهم قوة برية. ثانيا الفتوحات العراق وبلاد فارس، وهنا كيف تتبع كيف فتح المسلمون بلاد فارس والعراق. أرسل خليفة قائدين من نفس المنطقة وهو أبو عبيدة الثقفي والمثنى ابن الحارث الشيباني، وخاضوا العديد من المعارك الناجحة، إلا أنهم هزموا في معركة الجسر عام 13 هجري أي 634 ميلادي. وعلل سبب خسارة المسلمين في معركة الجسر بسبب أن الفرس استخدموا الفيلة والعرب لم يكونوا ليعلموا هذا السلاح، واستخدموا الفرس السهام بشكل فعال، وخصوصا الذين كانوا يركبون على ظهور الفيل. ولنتائج الهزيمة المسلمون أرسل عمر بن الخطاب قائدا جديدا في 15 هجرة أو 636 ميلادي إلى العراق، لأن معركة الجسر كادت أن توقف حركة الفتح الإسلامي في العراق. والخليفة عمر بن الخطاب أرسل سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاض معركته القادسية، وهذه المعركة كانت في سنة 15 هجري أي 636 ميلاديا، وكانت هذه المعركة من أهم المعارك التي خاضها المسلمون في تاريخ دولتهم المعاصرة. ما هي نتائج معركة القادسية؟ والبداية، واحد، فتحت المجال أمام المسلمين للقضاء على النفوذ الفارسي في بلاد العراق، ومن ثم التقدم نحو الإمبراطورية الفارسية وفتح عواصم المدن واستطاع فتح المدائن. المدائن هي عاصمة الدولة الفارسية في ذلك الوقت، وانهزمت بعد معركة نهاوند عام 21 هجري 632 ميلاديا، استطاع المسلمون فتح عاصمة الفرس وهي عاصمة تسمى المدائن. ثالثا الفتوحات في مصر والشام في أفريقيا والأندلس، شمال أفريقيا والأندلس. كيف تمكن عمر بن العاص من فتح مصر؟ أو كيف دخلت مصر الإسلام؟ عندما توجه عمر بن العاص بجيشه نحو مصر بعد أن أقمع الخليفة عمر بن الخطاب فيها، من فتح ما يسمى بلبيس، وبلبيس هو يسمى حصن نابليون، وهو يسمى عيل الشمس سنة 20 هجري أو 641 ميلاديا، واستمر الفتح حتى سنة 24 هجريا أي 646 ميلاديا. ومصر من أسرع الفتوحات في الدولة الإسلامية. علل لماذا؟ بسبب موقف أهل البلاد وهم الأقباط وهم مسيحيون مصر، المسيحيين الكارهين للحكم البيزنطي، وبسبب الاضطهاد الديني والاختلاف في المذاهب. باء بسبب معرفة عمرو بن العاص لطبيعة بلاد، فبالتالي أصبحت مصر عام 24 تدين بالديانة الإسلامية، واستمر الفتح بعد ذلك. وتوجه بعد ذلك المسلمون في فتحاتهم نحو من مصر إلى الشام إلى شمال أفريقيا، من مصر إلى شمال أفريقيا. وكان فترة حكم البيزنطي بين احتلال البيزنطي والبربر، يعني الفترة البيزنطيون كانوا على طول الساحل البحر المتوسط
بسبب قوتهم البحرية، بينما البربر في المناطق الداخلية. نعم، تمت مرحلة الفتح على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى وهي الاستطلاع والغارات في عام 20 هجري و50 هجري، من بين 50-20 هجري إلى 50 هجري، وامتدت مرحلة الاستطلاع والغارات من 20 هجري إلى 641 ميلاديا، أي من 50 هجري إلى 670 ميلاديا، وتمثلت بإرسال عدة من الحملات بهدف السيطرة على برقة وطرابلس. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان يرفض بشكل أساسي استئناف الفتوحات في أفريقيا بسبب صعوبة الامداد والتمويل. لماذا؟ لأن أفريقيا بعيدة عن مركز الخلافة وبلاد المسلمون، فكان يخشى على جيش المسلمون من الهلاك لصعوبة الامداد وبعدها عن مركز الخلافة. ما في عهد الخليفة عثمان بن عفان اقتصرت هذه المرحلة على شن الغارات، وهي حملات خفيفة سريعة بهدف إرباك العدو. في عهد علي بن أبي طالب توقفت هذه الفتوحات، وكان بسبب الصراع الذي نشب بينه وبين معاوية بابن أبي سفيان اللي على الخلافة، واندلعت معركة صفين بين أتباع الطرفين سنة 37 هجرية، واستشهد الكثير من صحابة الرسول رضوان الله عليهم. المرحلة الثانية مرحلة الفتح والاستقرار، وهي من 50 هجري إلى 90 هجري، وهذه الفتح المرحلة امتدت طول هذه الفترة، وكانت في البداية بدأت بتأسيس مدينة القيروان. الذي أسسها هو عقبة بن نافع، وكانت في تونس، وكانت مركز لانطلاق الجيوش. بعدها تولى موسى ابن النضير عام 86 هجري أو 705 ميلادي، وكان أهم أعماله فتح جزيرة صقلية وتحويل البربر خلال فترة ولايته إلى الإسلام. توجه المسلمون على الليل، توجه المسلمون إلى فتح بلاد الأندلس، أو الأسباب لتوجه المسلمون لفتح بلاد الأندلس: الرغبة في استمرار حركة الجهاد والفتوحات ولتثبيت حكمهم في شمال أفريقيا. اثنان، تعهد بعض القوى في الأندلس بمساعدة المسلمين، وتأكد المسلمون من إمكانية الفتح بعد أن اختبرها بعدة من الغارات والحملات الاستكشافية على المناطق الجنوبية. فكان في البداية طارق بن زياد، كيف فتح طارق بن زياد الأندلس؟ أو وضح أبرز الملامح في مرحلة الفتح والاستقرار، وهي المرحلة الممتدة من 92 إلى هجري إلى 114 هجري، أنه في البداية نزل طارق ابن زياد إلى الأندلس بجيوشه في 92 هجري، أي 711 ميلاديا، من قبل من جبل طارق، والتقى الجيشان، جيش طارق ابن زياد وجيش الملك القوطي لزيرق، وفي معركة وادي لكة. طبعا هذا هناك هذا الملك كان ملك ظالم، وأتباعه دعموا جيش المسلمين من أجل التخلص منهم باعتقادهم أن المسلمون سيعودون بعد ذلك إلى بلادهم. فانتصر المسلمون في وادي لكة، وكان القائد المسلمون في وادي لكة طارق بن زياد، بينما قائد القوط اللي هو القوطي لذريق، وسنتعرف على باقي الأحداث. علل: انتصر طارق بن زياد في معركة وادي لكة، أو عدد أسباب انتصار المسلمين في معركة وادي لكة على الملك لذرق ملك القوط. واحد، خيانة أعداد كبيرة من جيش لذرق وانضمامهم لطارق بن زياد، والسبب بذلك رفضهم سياساته الاستبدادية والاستعلائية، اعتقادهم أن العرب سوف يعودون بعد انتصارهم إلى بلادهم. الحماسة التي بثها طارق بن زياد في خطبته محرضة للمسلمين، وسرعة الامداد من موسى بن نضير لجيش طارق، وتواصل الفتوحات في الأندلس حتى وصلت حدود فرنسا. وفي هذه الفتحة برزت شخصية موسى بن النضير وابنه عبد العزيز، لكن المسلمون هزموا في معركة وادي، في معركة بوتي، أو ما يسمى بلاط الشهداء، في 414 هجريا أو 732 ميلاديا، وكان لها عدة نتائج. وما نتائج هذه المترتبة عليها؟ الهزيمة المسلمين في معركة بوتي أو بلاط الشهداء سنة 114 هجري أو 732 ميلاديا، استشهد فيها قائد المعركة عبد الرحمن الغامقي
وعند الحدود الفرنسية الأسبانية. وهناك بدأ في هذه النتائج رسمة الحد الفاصل بين الدولة الإسلامية وأوروبا، وتم إيقاف حلم المسلمين بالوصول إلى القسطنطينية من خلال اختراق أوروبا، وفتح أوروبا الفرصة لتقليص أو منحت الفرص أوروبا الفرصة لتقليص النفوذ الإسلامي في شمال أسبانيا وحصره في الوسط والمنطقة الجنوبية. علل تراجع انحصار الفتوحات الإسلامية في الربع الأخير من القرن الثاني، الفتوحات الإسلامية منذ الربع الأخير من القرن الثاني هجري حتى النصف الأول من القرن الثامن ميلادي. واحد، الصراعات الداخلية بين أنبياء بين أبناء البيت الأموي على الخلافة والسلطة. اثنان، سيطرة العباسيين على الخلافة بعد الإطاحة بالأمويين. تقوية بيزنطة لحدودها مع العالم الإسلامي. ظهور الحركات والدول الانفصالية في العالم الإسلامي. عدم قدرة العباسيين على توحيد وحدة إعادة وحدة العالم الإسلامي. وفقدان العرب للروح العسكرية بسبب إبعادهم عن الجيش في زمن الخليفة المعتصم. ونتائج الفتوحات الإسلامية، أو عدد ما هي نتائج الفتوحات الإسلامية. واحد، تعد آخر معامل أو معالم الهجرة الإسلامية أو عوامل الهجرة الإسلامية أو معامل الهجرة الإسلامية من الجزيرة العربية نحو مناطق الخصب، لأن الجزيرة العربية كانت منطقة قاحلة، وكانت هذه آخر هجرة كانت للعرب من الجزيرة العربية. اثنان، ساعد على إسلامة وتعريب المناطق بشريا وثقافيا، فقد استقر العرب في البيوت الفارغة كدمشق والقدس. تم إنشاء العديد من المدن خاصة فيهم، وهي مدن مثل الكوفة والبصرة والعراق والفسطاط بمصر. طبعا الكوفة والبصرة في العراق، الفسطاط في مصر، القيروان في تونس. لم ينجحوا بالبقاء في الأندلس بسبب نظرة الأسبان للمسلمون كأنهم أجنبي، كحكم أجنبي غريب. الخلافات بين المسلمين أنفسهم هي التي دفعت. قضت الفتوحات الإسلامية على الدولة الفارسية، فقد عملت على تقليص نفوذ الدولة البيزنطية، وانتزعت مستعمراتها في الشام والساحل الشمالي وفي أفريقيا وسواحل جنوب الأندلس. قسمت البحر المتوسط إلى قسمين، الجنوبي للمسلمين والشمالي للبيزنطيين. واصطدم المسلمون بعدد من القوميات والثقافات والتفاعل وتفاعلوا معهم، ونتجت عنها أعظم حضارة في تاريخ البشرية. ما أثر الفتوحات الإسلامية على الحضارات الإنسانية؟ التعرف على ثقافات الشعوب، فأصبحت تحت الذي أصبحوا تحت حكمهم واستفادوا منهم في العلوم والمعارف الأدبية، أنتجوا حضارة متقدمة لعبت دورا كبيرا في حفظ التراث الإسلامي. استفادوا منها الأوروبيون في بناء حضارتهم الحديثة في العهد الحديث. بعد أسماء المدن الواردة في النص الذي طبعا في الكتاب، الكوفة والبصرة كانت في العراق، الفسطاط في مصر، القيروان في تونس، ودمشق والقدس. وهنا في نهاية هذا الدرس سنعرض حل أنشطة، هنا حل جميع أنشطة الكتاب وأسئلة الدرس الخاص بالفتوحات الإسلامية. حتى لا يكون هذا الفيديو الطويل ممل، إن أعجبكم هذا الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله سنقوم بشرح باقي الأجزاء. يوجد في القناة شرح للثقافة العلمية، تستطيعوا أن تستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وأن تضغطوا زر لايك إن أعجبكم هذا الفيديو. طبعا هنا حل أسئلة الكتاب. ونشكركم على المتابعة، وهذه جميع أسئلة الكتاب بالترتيب حتى لا تستطيع أن تستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.